أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 9 من جنوده في صحراء النقب المحتل بانفجار ذخيرة. وأوضح جيش الاحتلال أن 9 جنود أصيبوا، بينهم 2 حالتهم خطرة، جراء انفجار ذخيرة بقاعدة سأليم العسكرية التابعة للاحتلال في صحراء النقب الليلة الماضية، منوها إلى أن الجنود أصيبوا أثناء وجودهم قرب مكان الانفجار الذي لم يعرف سببه بعد.